لينا انت لازم توقفي تتعاطي، او لازم تشوفي حكيم ينصحك، يمكن ندخلك على مصح فترة. رح احاول رد ارجع بطله، واذا ما قدرت رح اشوف شو بدي اعمل. بالمناسبة ما كان في داعي تعتذري على اللي قلتي لي امبارح على التليفون، لأنه كان كتير حلو ما بيستاهل الاعتذار. قلت لك ما كنت بوعي. ما كنت بوعيك، يعني ما كنت عم تكذبي. يمكن ما كان في براسك ألف حاجز مثل هلأ يمنعك تقولي اللي حسيتي. كنت حقيقية وكنت صادقة، ويمكن أنا كمان عم بحس ذات الشي تجاهك. لينا لازم أنا وياك نبطل نحط حواجز بيناتنا، نستسلم لمشاعرنا. سامي، أنا وياك مشوشين ومالنا فهمانين لا على حالنا ولا لمشاعرنا. أنا فاهمان منيح على حالي وبعرف شو بدي. أنا بحاجتك أنتِ. أنت مو بحاجتي أنا بالذات، أنت بحاجة أي مرة لحتى تنسيك فرح. أي مرة. بعدين هلأ إذا صار شي بيني وبينك خلص انتهينا، خلصنا هون. أساساً لا أنت خالص من فرح ولا أنا خالصة من عام. صار لازم أمشي.